من يسمع فينا على ديوان فهم انتم ما تسمعوا في أوستار. مازلنا مواصلين معكم للماضي ساعتي اليوم حلقة برعاية حنان. اسم حنان كنت بحضن حنان للعش حنان العش. الساعة الثانية ضيفتنا هي زادة اسمها حنان واليوم لابسين نوايا ماتشي ماتشي بالروز بالوردي. إن شاء الله حياتنا كلها تكون وردية يا ربي. فرحانة برشا اللي هي حاضرة بحثية حنان الشجراني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك أميمة. أهلا وسهلا بمستمعي ديوانا فام اللي يسمعوا فينا الكل. فرحانة برشا إني بحذيك اليوم يسرتوه بعد مدة طويلة متاع عام وواش ما ظهرتش. غايبة علاش غايبة على الإعلام الزواج والأمومة بعدوك على حاجات الأمومة؟ ثم حاجات أنا ما سطرت ليش. هو ربي سبحانه وستر لنا حياتنا والكل. جيك ظرف ما اخترتش انا باش نكون بعيده. مي ظرف فتره الحمل والولاده خلوني نكون بعيده وهاني تو رجعت والحمد لله يا رب. حنان الام حنان الام حنان برشا حاجه تتبدل يا اميمه كيما كيما ساعه. انا مازلت في طور الاستيعاب لي انا ام يعني قاعده نستوعب في الحياه خاطر تبدلت ولا عندك طرف اخر معاك في حياتك معناها ما عادش تخزر روحك تولي تخزر لك الشخص هذاك في حياتك مستقبل انت يولي انا مستقبلي وراي مستقبلي هو هي هو مريومة الجميلة. مريومة ربي فضلها وربي يعطيها الوقت الطيب. عايش. الأمومة ماهيش سهلة والله لا هي سهلة حتى تعرف. علاش أنا وليت نطلب من كل واحد يسمع فيا ويتفرج فيا كله بجاه ربي ما عادش تسبوا الأم حتى كي تتغش الأم ما عادش تجبدوها لأنها بالحق الجنة تحت أقدام الأمهات بابوريا في فترة الولادة وكل حم وكل حمل وكل تعبري الأم تتعب تهز وإن شاء الله ربي يفضل الأمهات الموجودين وربي يرحم الأمهات اللي غادرونا الكل. أمين يا ربي. مريومة الجميلة ربي يعطيها الوقت الطيب إن شاء الله تشوفها يا ربي عروسة هكا وكبيرة. وليت تتخيل فيها كنهار آخر تكبر وتدخل المكتب ولا تدخل بعد الليسي أمم خادي نقول لك قاعدة نستوعب لأن أمي تدخلي تتخيلي في الفاكول وسعيد ودي تتخيل فيها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الباهي ويعطيها الفرحة ويعطيها الخير لها ولصغيراتنا الكل. أمين يا ربي. يا ربي أمين يا ربي. دونك هذوما الظروف اللي خليوك تبعد عن العمل عن الخدمة سواء في التلفزة سواء في التمثيل في الإذاعة زادة كيف كيف. أي كنت بعيدة أي الحقيقة بعيدة وما كنتش ما كنتش موجودة في تونس معناها من جا فترة الولادة كنت خارج حدود الوطن اخترت باش نبعد والله برشا عبيد ثم اللي نبروا قالوا خارجت ما علاش خارجت وما في ليه تونس بلادنا طيارة وطبتنا طيارة. ما أنا تعديت بفترة نفسية تعبة شوية يعني قلت خليني نبعد شوي نبعد حتى على اللي كونتاكت والكل باش واحد يراجع روحه ويرتاح وفترة صعيبة والحمد لله سلكت وهاني تو في تونس وفي وسط حبايبي وعائلتي وصحابي ومريم. اخترت تولد في إيطاليا هكا ولا لا؟ إيطاليا ياخذوا الجنسية كي البيبي كي تولد غادي ولا لا؟ لا لا مش هكاك اخي تولد ياخذ الجنسية كي جات هكاك راني كل خدمة الجنسية. لا في بالي يسافروا باش لا يلزموا يقعد غادي يلزمك تقعد غادي وتقرا غادي وتتربى غادي وتكون موجودة غادي باش تنجم تتمتع بالجنسية. ما توا في الـ في الـ في الفترة هذه مش متروحة الحكاية. توا نورمالمون فقت على روحك وسي بون معناها استوعبت شوية انه فقت عندي جمعة بالضبط لأن توا جمعة بالضبط من بعد الولادة زاد فترة أخرى نجيبوا نهار مختصين يحكيوا لنا لأنه بعد الولادة فما فترة النفاس فترة النفاس هذيك كان عندك بيبي في بدنك هبط تبدا تحس روحك فارغه تحس روحك خفيفه اكثر من انا جاك لطف عليك بيبي بلوز. لا لا مش هذاك الحقيقه الحمد لله ربي منعني اما مش سهله معناها بدنك قاعد يستابيليزي يرجع للعادي معناها هذيك بيدها فتره مش سهله معناها توا عندي جمعه بالضبط رجعت صفاء. من العمارة كانت خرجت وقالت اللي فتره خلينا نقولوا اجازه الامومه شويه في تونس واليوم حتى فما انه مشروع قانون قاعدين يراجعوا فيه مجلس النواب باش يمدوا في فتره الامومه لي شهرين كهو مانيش غلطه الاعداد كانت تركزوا معايا شهرين كهو كانت شهرين وتولت 3 شهور هي نورمالمون اميمه حسب رايي ان نورمالمون 18 هي فتره الامومه لانك يفتوا في الظرف اللي موجودين فيه في تونس وجينيراسيون اللي طلعت برك الله لازم ولدك تكون معاه لحظه بلحظه معناها في فتره اطول حتى 3 شهور اجي نقول لك 3 شهور زاد راهم شويه راه الحقيقه لانه البيبي مازال قاعد ينمو لازمك تكون ديما بحذاه فما فتره الرضاعه باش ترضع صغيرك باش تقفله باش تحن عليه تعطيه برشا حنان نفسيه معناه باش يطلع ايكيليبري شويه الحقيقه. قداش تحب؟ هاني قلت لك 18 انا ماذا بيا 18 لا ماذا بيا 6 شهور يبدا يتبرشن هكا ينجم يقعد ينجم ياكل باش نجم انت تتهنى عليه 6 شهور باهي سي فغي هو 3 شهور صغير لحمه هكا معناها تلقى شوينه تحط فما برشا ما يلقاوش يحيلوا اذا ما عندوش ام ولا حمايتها زاد كيف كيف تشد ربي فضلهم ربي يرحم الامهات والحماوات اللي يشدوا في صغيرات اولادهم. الله مش سهله راه اجي نقول لك تبدا الام كبيره شويه وتعبه وتيخو على عاتقها صغير سي عندهم التجربه اما زاد لازمها برشا وقفه تجيهم الصحه مازلت في شابيتر
الأمومة عندي سؤال آخر حنان، أنا وياك صحاب ونجم نحكي، علاش اخترت أنك ما تشاركش الناس على عكس العديد من المشاهير اللي كي يبدأوا في فترة حمل يشاركوا الناس فترة الحمل يحكي، وأنت ليه خبيت حتى لين ولدت؟ والله شوف أميمة، هو فما برشا عباد تحبني وتحبني ومعني تحبني، أما فما برشا عباد مش ما يحبونيش، أما يقول لك شنو خارجة تحكين على الأمومة وتحكين على الحمل، فيش بشي يهمني يعني، سيرتو في الوضعية متاع البلاد توا. أنا الحقيقة هذه حاجة خاصة، وزادة الحقيقة معني باش نكون صادقة، أنا مقتلي تزوجت زوجي معنيها من شروطه قال لي حياتي الخاصة ما نحبهش تكون إكسبوزي للعباد، قال لي ما نحبش لا أنا لا بنتي لا عائلتي لا عائلي، معناها أنا نحترم شيء ذيك، احترمته واحترمت رغبته وبالحق، معناها مش معناها رولي تعدي ولي خارج، كلها هي اختيارات الحقيقة معناها. حاجة أخرى، أنا قلت لك فما برشا عبد ما تحبكش، فما عبد نورمال، أنا سبني معناها انتقدني كذا، فجيتك البنية الصغيرة ولا راجلي ولا أختي ولا فجي، ومعناها ما عندهم حتى علاقة، دونك أنا ما نسمحش وما نحبش، وبارك الله في العبيد معناها اللي بارتاجيو معايا بعد الولاده، معناها اللي مومون المزيانه ومتاع الامومه وكذا، اما انا ما نحبها هي نهار اخر، بالكش هي نهار اخر تقول لي شكون قال لك عديني وشكون قال لك وريني وشكون، ما نحبش الحقيقه. دونك حتى في المستقبل كان كبرت ماكش باش تهبطها في المواقع التواصل. والله شوف اجا نقول لك ما نجمش نحكم على المواقع التواصل، من خاطر نهار اخر نجموا يلقاوني انا هي تعديت وقالوا هاي امها قالت كذا، اما تو بور لو مومون الحقيقه رافضه واحترم رغبه زوجي قال لي لا، وانا نحترم رغبة الشاهد اللي على خاطر يعطي الصحة هذا القرار الصائب، أنا زادة نسمح روحي نعطي رأيي ما نحبش ما نحبش. أنت تنجم تستحمل السبان، تنجم تستحمل التعليق السلبية، صحيح. غيرك في 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 عائلتك ولا ما تستحملش ما تحبش، صحيح. أما زادة ما يمنعش اللي أنا كسمعوا بي العبيد ولدت والكل وراء وبرشة ميساجات من تونس وخارج تونس، وكلهم فرحنا لك وحمد لله عليك وحمد لله بارك الله فيهم الكل، وربي يفرح كل حد يسمع فيه. أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يفضلها، إن شاء الله ربي يفضلها مريومة الغالية. به نرجع للخدمة حنان، آخر حاجة كنت سمعت عليك اللي كان عندك برنامج على قناة الحوار التونسي مع ياسين بن قمرة، صحيح على حكاية؟ أي كنت موجودة في أشوف أنا عملوا المول الهرمونات داخلين بعضهم والله نحكي بصدق، دونك كنت موجودة في البرود، كنت بالأول باش نكون معناها فيها من الأول بالكل قبل ما يدخل ياسين، كنت أنا الحقيقة مع مروة الرمضاني قدم لها تحية تسمع فيها، كنت أنا من الأول معناها الحقيقة عيطت لي باش نكون موجودة في الليكيب، وأنا كي ندخل ما تعرفني أميمة ما عادش نخمم، لا أنا باش ننشط باش نكون كرونيكوز، أعطيني أنا تمشي البرودوي وننجحوا أنا، خاطر وين تحطني الحمد لله معناها نتحط الحمد لله يا ربي. دونك كنت موجودة من بعد وقت لي بتاعت الخدمة شوية ودخل ياسين على الخط والبرود على الخط والكل، كنت موجودة في الكرونيكوز، بعد سيء معناه وليت معناه نتبع في البرنامج، ما منيش خاطر باش نمشي نولد والكل، وما نحبش نظهر وانا في حالة في فترة الحمل، دونك اخترت باش نكون مانيش موجودة، فهمت؟ هو بطبيعته ما تخدمش البرنامج، هو مش موجود بطبيعته، ما فهمتش علاش ما تخدمش. تحبوا انت تخدم بيان سور اي برودوي تونسي نحبوا تخدم بطبيعه، ما تحبش تخوض تجربه اخرى جديده حنين؟ انا نعرف اللي عندك افكار وحبيت تكون موجوده في برنامج وحدك، وحتى في الديجيتال حبيت تكون موجوده. فما برشا مقترحات، او ماك تعرف حتى السوق ولي تضيقه وتعرف معناها السيستم تبدل، معناها باش تمشي تخدم في برود باش تخدم في تلفزه، والكل تلفزه الكل مؤسسات الاعلاميه كلها تمر بفتره فلوس ما فماش، يقول لك معناها جيب لي سبونسور وجيب كذا واخدم، الحقيقه مرحب بيا في القنوات الكل، مي انا الذي يلزمها خدمه ولزمها برشا تعب لي سبونسور، ولازم باش تلم ايكيب وتعمل برود، الافكار موجوده، مي ها ان شاء الله هانا قاعدين ندهدوا ان شاء الله ربي يسهل. حنان ما نجمش تتخطى نجاح كلام الناس لليوم؟ اش معناها ما فهمتكش؟ يعني لليوم ما لقيتش الحاجه اللي تنجم تنسيك في كلام الناس، اليوم كلنا عرفناك في كلام الناس في الميكرو تروتوار اللي كنت تعمل فيه، عملت نجاح كبير الحقيقه، وكل يوم حلقه، كل مره حلقه مختلفه على الحلقه اللي قبلها، وناس حبوا البجعه الجميله في الشارع، صحيح. ما نجمتش تتخطى؟ شوف في الشارع، في الشارع ديما تستهويني فكره الشارع، حتى لتو مش معناها خاطر انا كنت نعدي في روبريك مشيت على روحي، حتى لتو نحب نرجع للشارع بفكره جديده بحكايه مزيانه، نحب مذبية خاطر الشارع اصدق بلاصه تقابل فيها الناس الكل، وفي الشارع بالحق تعرف محبه العبيد، معناها محبتك عند العبيد شنو، تعرف تقييم العبيد ليك من خلال الشارع. مي شوف كلام الناس كان اول تولكي تعمل في التلفزه، فيها تلفزه خاصه في بعد الثوره، كان ناجح جدا، كنت معناها عندي شانس انه معناها
هادي زعيم مقدم له تحية ورمزي وتوت ليكيب نتاع كلام الناس اللي خدمنا مع بعضنا تحية له. وحتى اللي زانيماتور اللي خدمت معاهم الكل كانت علاقتي بهم طيبة محترمة، معناها كان محلاه من من أنا تو نقولها أقوى تولك تخدم هو كلام الناس. ماذا بيك يرجع؟ والله ماذا بيه يرجع بالمشاكل نتاعته، ماذا بيه يرجع والله يرجع، والله كان يرجع برنامج في قيمة كلام الناس وكل كل موجودة في الشارع بكل حب ونفرح على الأخ. شكون تحب يقدمه هك؟ تتخيل هكا كان يرجع شكون اللي نجم يخرج عليه برنامج كلام الناس؟ كلام الناس بكلام الناس بكل بال 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 باللي فينومين اللي كانوا موجودين الكرونيكور وكذا. الحقيقة تحب الحق والله رفيق بوشنيك، رفيق بوشنيك الراف والله رف ماك بلوس، رف ماك بلوس يبعد شوي على كلام الناس، على جو كلام الناس معناها فهمت. أما بكلام الناس هذيك رفيق الراف، رفيق بوشنيك، رفيق حنين العش، رفيق تحب تخدم مع رفيق بوشنيك اللي رفيق عشرة حنين شجراني تحب رفيق بوشنيك وصعيب معايا رو في الخدمة رفيق يسمع فيها وصعيب معايا على الآخر كل بجارو سلموا عليه نحبه سلموا عليه رفيق بوشنيق. انت تحب الميكرو تروتوار وتحب الشارع، شنو رايك في الفينومين نتاع لي ميكرو تروتوار اللي نشوفوا فيهم في لي ريزو سوسيو اللي هذا يخرج شد ميكرو كاميرا ويبدا يسال في التوينسا ساعات اسئله غريبه عجيبه، ساعات التوينسا يخرجوا في صوره مش مزيانه، كاينهم يحبوا يعملوا بهم البوس، مش كاينهم يعملوا بهم البوس كارثه. أنا نشوف ساعات أقسم لك بالله ساعات قلبي يوجع. المرة فاتت حليت لايف تيك توك مع أصحابي، معناها برشا يعيشوا البرة زيدوا مازالوا يحكيوا فيه شيء، قالوا لي والله نحبوك ونحترموك على الشيء اللي كنت تقدم فيه. بون ممكن أنا شوف كنت ما نجمش نتيح في الجو ذاك، لأني أنا قبل ما نعمل حاجة نخمم عندي أمي وبابا وجارتنا وميمة صاحبتي وزوجي وبنتي يتفرجوا فيا، معناه ما نجمش لا نتنمر على عبد لا من حقي باش نقلل من قيمه عبد لاني باش ناخذ حاجه عاها نتاع عبد ونخدم عليها، حرام هذيك. نجم راه يضحك العباد، اما من بعد شنو باش تربح انت؟ اللي قاعده راه فيه تو مالوريزمون خاطر تو السوشيال ميديا فتحت المجال لبرشا عباد يشد ميكرو يدور في الشارع ويعمل اللي يحب عليه باش يعمل نمبر دو فيو، اما قاعده نشوف فيه دي فيديو كارثه بصراحه وعيب عيب عيب كبير. هما ديجا اللي ولاو ممنوعين انهم يصوروا هكاك من غير الترخيص باش ينجموا يحب دوم الظاهرة هذه اللي ولات مستفحلة مالوغوزمون في لي ريزو سوسيو. كيما قلت انت باش يربحوا عدد مشاهدات باش يضحكوا الناس عليه جوستومون، وذيك هما مش عارفين اللي كي تعمل انت فيديو جيب النمبر دو فيو اللي فما دول اخرين يضحكوا علينا، راه فما عباد اخرين يضحكوا علينا، فما ناس تضحك عليك، معناها في الاخر يقولوا مش باش يضحكوا على عبد اللي انت جبته تضحك به، باش يضحكوا عليك انت، وسامحني في الكلمه اونتر بارونتيز يتقزوا منك انت عليه. انسان هذاك احترمه بضعفه بقوته بالعاهات اللي عنده بالاغلاط اللي عنده تحترمه، فهمت؟ واضح وانا معك 100%. حنين انت بخلاف انك موجوده في الاعلام وما نعرفش اسكو فما جديد في المستقبل القريب ولا لا؟ والله في الاعلام ان شاء الله ربي سهل، ان شاء الله قاعدين نطبخوا في حاجه ان شاء الله ربي سهل فيها، ما نحبش نقول عليها تو حتى تلفزه ولا اذاعه. والله نورمالمون اذاعه تو نورمالمون اذاعه ان شاء الله بالتسهيل يا ربي، ان شاء الله نشوفوك ان شاء الله على قريب. برنامجك نتاع النساء مازال مطروح؟ بيان سور ديما مطروح. هذاك نسائين اللي هو كان اسمه نساويين، وهو ديجا قعدت فقره وديجا حتى مسجلته انا في حقوق المؤلفين نساويين، وبعد تبدل ولا نسائين كي مشيت وقتها لقناه التاسعه باش نخدموه نسائين. من بعد انا فيو كو لي سبونسور وكذا وانا نخدم ونقري ما نجمتش، دونك تعذر باش يكمل، اما ان شاء الله ديما مطروح وديما موجود وان شاء الله بالكش مليكش أمي ما تكون فيه إن شاء الله. قدموا هنا بياسو هاي البرش علاش ليه يشرفني والله نفر على الأخر يشرفني. أنا نحبك صلحت أنت وعايشة عثمان؟ تغششت أنت عايشة ليه؟ ما تغششتش من عايشة على خاطر خدمة، تغششت من كلام عايشة لأني أنا وقتها تعديت لأني نحبها عايشة فهمت، ونعزها ونعرفها خدامة، أما الديكلاراسيون تاعها قالت غالطة معني. ومن بعد حكيت أنا وياها تفضل واحدة، ما أنا ما خرجتش قلت هاني كذا ولا عملت ردة فعل، ساعات ما يزمكش ترد الفعل فهمت، ساعات يزمك تكون عزيز وغالي ومش أي حاجة ترد عليها. هي غلطت وبعد طلبت الاعتذار وخيان وما صار شيء وربي يوفقها أمين يا ربي. سلموا عليها برشا. به حنين بخلاف أنك موجودة في كما قلت في الإعلام، أنت زادة أكتيف برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة على انستغرام على فيسبوك على تيك توك زادة. تيك توك تيك توك شنو حكي تيك توك؟ والله يجي نقول لك حاجه، شوف تيك توك يحكي تيك توك يحكيوا عليه برشا عباد يقولوا بيه وعليه ويسبوا صحيح، راهو فما حاجات خايبه كيما اي بلاصه فيها الباي فيها البي وفيها الخايب. انا في التيك توك عرفت برشا عباد محلاهم،
عرفت البرشة وين سيعيشوا البرة. بالحق اكتشفت محبتهم ليا مش عادية، وتجربة محلية. ما كنتش في ديمومة الحقيقة في التيك توك، ندخل ونخرج ديما. أما هذه حاجة ما نجمش نقول خير أو شر لابد منه، أما أنا موجودة، أنا باش تلقوني موجودة بارتو. ما فما ساعات تدخل مثلا التيك توك تعمل لايف، يجيك واحد يقول كهربنا منكم في التلفزة، لقيناكم في التيك توك. نقول له كان عندك الباتين بتاع التيك توك جيبها، تو ما عادش تلقاني. فهمتني؟ ماشي بالهم هما معناها ملح بتفدد زاد، أنا نفهمهم. مي أنا كممثلة اليوم وكإعلامية نجم نكون متواجدة بارتو، متواجدة في التيك توك اللي فيه برشا يقولوا انه فيه برشا فلوس. هذا صحيح والله؟ ايش نقول لك، برشا فلوس للعباد اللي يذوكم للدماد نتاع التيك توك. فهمت؟ الناس تخدم تسترزق منه، علاش باب رزق لبرشا عباد خليه يخدم على رواح. اما انا لا، مانيش معناها داخل على خاطر دخلت فيه فلوس. والله باش نقول لك دخلت فلوس، شو فلوس؟ شنو هو معناها؟ معناها شنو معناها فلوس؟ عملت كونتينيو باش ندخل فلوس شويه جولات هكا لايفات كان ويك ورده يرمي لك تمساح يرمي لك هذوك يضحكوني انا، اما مش فلوس معناها للامانه. بربي ما نفهمش فيه كيفاش تخرج الفلوس، معناها يبعث لك ورده من بعد كيفاش؟ لا الورده ماهيش فلوس، الورده يشجعك باش يرمي لك الفلوس. هي الفلوس شنو؟ ما يرمي لك كادوات. عندك يبدا عندك كونت بانكير دخلوك عليه الفلوس، وإلا تعطي كونت لحد يعطي دخل. وثم شكون اللي قاعد يتبرع بيهم؟ لأن أنا نحترم مثلا شمس الدين باش دخلت أنا وياه، نحب نوجه له تحية شموس الغالي نموت عليه. عملت لايف باش تتبرع؟ عملنا لايف وشمس معناها حتى وشمس قعد بريود بعد أنا وقتها خرجت، قعد هو ونوسة يعملوا في اللايف والكل. والفلوس هذوك متبرعوا بيهم للمحتاجين معناها. صح، هاي حاجة باهية، هاي حاجة تفرح. مالوغوزمون في تونس في العالم الكل معناها النظرة للتيك توك ما همش يغزروا لهم غزرة بي. بالنسبة لهم ناس قاعدة تدخل في الفلوس هكاكا من غير تعب. مثلا نعطيك مثال، اي دغنوج تقول لك علاش من غير تعب؟ انا بالنسبة لي عندي موهبة، نجم نخرج ونغني وندخل فلوس من الموهبة نتاعي. حاجة اخرى تنجم انت رو علاش نقول لك رو شوف مواقع التواصل الاجتماعي رو ابار الفلوس هي مسؤولية زادة. راني انت حتى كمواطن عاجل مش بالضرورة معروف، انت خارج مادة وجهك باش تحكي، احكي في حاجه مفيده مهمه. علاش احنا ما نحولوش التيك توك هذاك اللي قاعد يصدر في حاجات خايبه لحاجات باهيه؟ لانه عندنا صغارنا يتفرجوا. تنجمش تشد التليفون على طفل عمره 14 و 15 سنه تقول له ما عنده كونت تيك توك. انت على الاقل تقدم له ماتير باهيه، قدم له حاجات محلاها، ما تقدمش كلام خايب، ما تقدمش عرك ومعروك وحكايه فارغ عليه. وانا نشوف حتى حنان انت تحاول انك تعاون الناس، حتى تحكي على حالات يمكن محتاجه انه الناس يعاونوهم، دونك تعمل كانك نداء الناس الخير باش يعاونوهم باش ينجموا تلم لهم فلوس ولا كيفاش هكا؟ ولا انا 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 قررت وخذيت قرار عندي مده ميتو ماشيه فيه باذن الله. انا قلت ربي اعطاني شويه برشا، اعطاني ربي سبحانه. انا علاش انا اليوم عندي برشا عباد تتبع فيا ما نوظفش اللي كونت اللي عندي هذوكم عندي في الفيسبوك يتبعوا فيا برشا، عندي في الانستغرام يتبعوا فيا، وعندي في التيك توك. خلينا نوظفهم تبدا واحد حاجه حاله انسانيه محتاج واللي يحب يوصل صوته، ونبدا انا متاكده بيان سور اللي الحاله هذيك صحيحه مستحقة. اي انا راني موجوده باش نبلغ له صوته باش نقف معاه وباش نعاونه يعني احنا لبعضنا بيان سور. واحد يستغل انه فما ناس تبع في بي. حنان انت بالاساس مسرحيه، مسرح وينك؟ والله شوف سبحان الله، كل ما نبدا باش نعمل اللي معناه باش نبدا نبرر، راهو النص مكتوب، راهو كل شيء حاضر. جيني معناها يجيني ظرف كنت عملوا له، بديت باش نبرر، وبديت ديجا مع جعفر، مع جعفر القاسمي نوجه له تحيه جعفر حبيب قلبي يا اخي. من بعد وقتها جيت فتره الحمل معناها ومتابعه طبيه وكذا ما نجمتش. سنين ان شاء الله ربي سهل. خليني اميمه ما نحكيش خاطر كل ما نحكي ما تصيرش، ممكن ان شاء الله نبدا ان شاء الله ونكون موجوده بحذاك ونحكي على المسرحيه بقدره ربي ان شاء الله. يا ربي احنا نستناوك ونستناو جديدك ان شاء الله حنان. بالتوفيق ليك. انا نشكرك برشا، نحب نعدي تحيه بتبيع. انا ملي كنت عايشه في مش كنت عايشه مشيت تولدت في باليرمو. دونك نحب نوجه تحيه للاكرام كديسه حبيبتي الغاليه وفتومه الجميله وعايده والعبيد اللي هاجر بالحاج اللي بالحق فرحوا بيا، وسالم بالحاج اللي حلوا لي دارهم واللي بالحق احتواوني. نقول لهم نحبكم برشا، ونحب نوجه تحيه سي لطفي كديسه ابو اكرام عيد ميلاده اليوم. وكتب ربي انا باش نكلمك بروح نقول لك بربي يا اميمه باش نعدي له عدي لي جوايز انيفرسير محمد، عدي لنا سي لطفي كديسه ابو اكرام جوايز انيفرسير. هي سي لطفي.
هابي بيرثدي تو يو، ان شاء الله كل عام هو حي بخير. انا نشكرك برشا، ربي يخليك لي أمي. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. تحيه لزوجي، تحيه لي الشادلي، تحيه لي، شكرا ليك حنان اللي كنت حاضره بحضري. نتمنى لك النجاح والتوفيق نورك في حياتك الخاصه، في حياتك العمليه، في مريومه ان شاء الله ربي يفضلها، وان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. شكرا لكامل الفريق، اي بركات، فرح مرواني، محمد زعبر، وجدان في الاخراج الرقمي. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا على نوتخوشين يوتيوب دي وانا فهم. تابعوا الحوارات نتاعنا كل على نوتخوشين يوتيوب دي وانا فهم. انا ومي معياري، ما بقى لي كمش نقول لكم باي باي، تشاو تشاو.